بالنسبة لشمال أفريقيا، نعم دول شمال أفريقيا، هناك بعض الدول التي تعاني من بعض مشاكل الإرهاب، مثلا أمريكا تعمل إيه؟ يعني كمان برجع بقول ما فيناش نحمل أمريكا دائما المسؤولية عن كل الشغلات اللي بتحصل. يعني أنا بدي أساعد حالي لحتى في حدا ما هو يساعدني هيبقى كمان. لها ازاي مصالح مع هذه الدولة وهي يعني فيها إرهاب أو دون القضاء على الإرهاب اللي فيها؟ يعني مصر استطاعت أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، قدرتها كانت قوية، إنما هناك دول غير قادرة على ذلك. يعني ذكرت حضرتك موضوع مصر، خلينا ناخد موضوع مصر والعلاقة الأمريكية المصرية، مش هيك؟ لمن مصر هي دولة واقفة على جرايها وعندها رؤية معينة، الشراكة بينها وبين أمريكا كانت مثمرة جدا، ولعبت مصر في هذا الموضوع إن كان بشمال أفريقيا أو بأفريقيا عامة وفي الشرق الأوسط دور كتير كتير مهم، واستفادت منه الولايات المتحدة. طيب هذه ده الولايات حقيقي. المتحدة معها، وهذه ليبيا، أو هذه مثلا مرقت في ما قبل الجزائر أنا وغيرها. الحقيقة ما حبيتش أسمي دول، يعني طيب أنا بتكلم بشكل عام. صح، بس كمان يعني أمريكا أخذت موقف أنه هي لا تتدخل داخليا بهذا الموضوع وتعطي الفرصة للشعوب هي أنها تقرر شو بدها بالأول. يعني الإرهاب ما بيفرقش بين دولة أو طبعا دولة، بس الولايات المتحدة هو بيتصدر للعالم كله يا دكتور. صحيح، بس بتصور يعني انه على مسمع ومرأى العالم كله انه الولايات المتحدة اليوم مهتمة جدا بموضوع لأنه الارهاب ذكرى في 11 شمال افريقيا. سبتمبر ما زالت طبعا، موجودة في الأذهان. وتساعد الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة هي ليست اللاعب الوحيد في هذه الدول اللي لحد اليوم في شمال افريقيا اوضاعها مضطربة، ليست الدولة الوحيدة، ولكن لا هي أنا ما دولة أقصدش كده فاعلة. يا فندم، أنا أقصد إزاي هتساعدها في القضاء على الإرهاب. يعني الولايات المتحدة مش هتساعدها هلأ، الولايات المتحدة منذ البدء وهي تشارك في الحل في هذا الموضوع، ولكن مثل ما قلت هي مش اللاعب الوحيد. يعني أنت بالأول في عندك مشاكل داخلية بين الناس، في عدم اتفاق بين الناس، في عدم اتفاق بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب. طب تيجي ناخدها كمثال كده، يعني طبعا كأننا في المدرسة صغيرين. أيوة أنا دلوقتي ليا عند جيراني حاجات مصالح وحاجات شايلاها وحاجات باخدها منهم وبديها لهم، وبيننا حاجات شغل ما بيننا في البيت اللي جنبي. لكن البيت اللي جنبي بيدخل عليه حرامية، بيدخل عليه أوباش، بيدخل عليه ناس بيكسروا البيت، بيقتلوا في الناس اللي موجودة. أنا إزاي هحمي مصالحي فيها؟ هقول ماليش دعوة باللي بيحصل فيها، اللي بيحصل في هذا البيت اللي جنبي لا أو طبعا، البيت اللي بعيد، لا لا ما أنا طبعا، عندي مصالح معاها. طب يبقى إزاي هسكت، هسيب مصالحي تخرب كده؟ هلا الولايات المتحدة مش سايبة مصالحها هونيك، الولايات المتحدة تتعامل مع دول كتير ومنهم وأهمهم بما يخص شمال أفريقيا مصر، لمحاولة المساعدة في مكافحة الإرهاب في دول جيران مصر، وهيدي أهمية للولايات المتحدة وأهمية لمصر وأهمية لهذه الدول اللي عم يصير فيها مكافحة الإرهاب. ولكن الولايات المتحدة إذا هي تدخلت كل العالم بتقوم وبتقول أمريكا بتروح بتقلب أنظمة، إذا هي تعاملت مع الدول اللي ممكن تنفع في محاربة الإرهاب بيقولوا أمريكا مش عم تتدخل. طيب يعني ماشي، شو والناس اللي لازم رددت يعمل؟ هذا الكلام لأنه ده اللي حصل في أكتر من دولة، طيب بس أنا بقول لك إنه والعراق في شاهد شمال على الكلام أفريقيا، اللي احنا بنقوله ده، طيب خلينا ناخذ خير شمال دليل. أفريقيا، خلينا ناخذ شمال أفريقيا، يعني حضرتك بتعرفي إنه اليوم الولايات المتحدة عم تشتغل بشكل مباشر و يعني مكثف في مساعدة هذه الدول وفي محاربة الإرهاب بشمال أفريقيا عبر الشريك الأكبر هونيك اللي هو مصر.
طب هذه لا تعتبر انه امريكا عم تساعد؟ طبعا ده مؤكد طبعا، لانه بعد ما اثبتت مصر قدرتها في القضاء على الارهاب وصدرت للعالم كله ان الارهاب ده شيء غير موجه لمصر فقط، ده موجه للعالم باجمع. ومن هذا المنظار الولايات المتحده يعني شريك مهم جدا في هذا في محاربه الارهاب عبر مصر ومع مصر، إن كان في شمال أفريقيا أو في الشرق الأوسط.